أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تصريحات برنامج الغذاء العالمي حول نهب المساعدات من قبل الحوثيين. قال برنامج الأغذية العالمي إن مساعدات غذائية مخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد تباع في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. المدير التنفيذي في البرنامج ديفيد بيزلي أوضح أن مراقبيه جمعوا صورا وأدلة تثبت نقل الطعام بشكل غير مشروع على متن شاحنات من مراكز مخصصة لتوزيع الطعام، وأن مسؤولين محليين يزيفون السجلات ويتلاعبون في اختيار المستفيدين. فيما كشفت وكالة الأسوشيتد بريس عن سرقة مساعدات غذائية في محافظة تعز من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل يتغير شكل تعاطي الأمم المتحدة سياسيا مع الحوثيين بعد اتهامهم بنهب المساعدات؟ وفي ظل النهب والتلاعب بملف المساعدات، من يحفظ حق المحتاجين إليها؟ أتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. الحوثيون يستحوذون على مساعدات برنامج الأغذية العالمي في مناطق نفوذهم. تصريح من البرنامج تأخر نحو 4 أعوام من عملية السطو والتوظيف الحربي للمساعدات الإغاثية التي توفرها الوكالات الأممية ومن بينها برنامج الأغذية العالمي. تم الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمي خلال الأشهر الأخيرة، وذلك إثر تزايد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق العاصمة صنعاء، وبعد اكتشاف أن هذا التلاعب يقع من قبل الشركاء المحليين الذين يكلفهم البرنامج بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها، حيث وقع الاتهام على مؤسسة محلية تابعة لوزارة التربية والتعليم التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء. وخلال حملات الرصد التي أجراها البرنامج تم جمع عدد من الصور الفوتوغرافية وغيرها من الأدلة التي تثبت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع من مراكز توزيع الأغذية المخصصة لذلك، كما تم اكتشاف مسؤولين محليين متورطين بالتلاعب في اختيار المستفيدين وفي تزوير سجلات التوزيع، واكتشاف أن بعض المساعدات الغذائية يتم منحها لأشخاص غير مستحقين لها ويتم بيع بعضها في أسواق العاصمة لتحقيق مكاسب. المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي اعتبر هذه الممارسات بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى واعتداء بالغا يحدث في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وطالب بالعمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي، وحذر في الآن نفسه من أنه إذا لم يحدث ذلك فلن يكون لدى البرنامج من خيار إلا التوقف عن العمل مع الذين يتآمرون لحرمان أعداد كبيرة من المحتاجين للغذاء الذي يعتمدون عليه، وسيواصل التحقيق والعمل على معالجة هذه الثغرات التي أدت إلى مثل ما حدث من سوء استخدام للمساعدات الغذائية. وفي الجانب الآخر تتولى الإمارات عبر التشكيلات المسلحة التابعة لها ممارسة الإعاقات المتعمدة لجهود المنظمات الإقليمية التي تقدم المساعدات إلى اليمنيين، خصوصاً إذا كانت تلك المساعدات قادمة من دول مثل تركيا أو قطر أو الكويت ومتجهة إلى تعز، على نحو يعكس التأثير الواضح للأجندات السياسية الصارخة لهذه الدولة، الأمر الذي أبقى تعز ضحية حصار مزدوج يمارسه الحوثيون كما يمارسه الإماراتيون. أجدد ترحيبكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن تنضم إلينا من القاهرة المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي السيدة ريم ندى. أرحب بك أستاذة ريم. بداية دعينا أو أطلعينا على أبرز تفاصيل مسألة نهب المساعدات الإنسانية في المناطق اليمنية، خصوصا كما قال بيانكم في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. نعم، هو بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي في هذه حالات الإغاثة الموسعة كما في اليمن، فبرنامج الأغذية العالمي له أعيان يساعد أكثر من حوالي 8 مليون شخص في اليمن، فنحن معتادين على أن في هذه الظروف يكون هناك بيع وإعادة بيع من قبل المستفيدين للمساعدات الغذائية حتى يتحصلوا على أموال ليشتروا بها أدوية أو تكاليف مثل إيجار بيت أو ما إلى ذلك. ولكن في الفترة الماضية
لأنه كثرت التقارير وشاهدنا أيضا عمليات بيع لمساعدات برنامج الأغذية العالمي في الأسواق في صنعاء، في حين أن نحن لا نرى زجاج الزيت ولكن نرى كراتين من الزيت مثلا. فذلك دفع برنامج الأغذية العالمي إلى تقصي الحقائق وراء هذا. وما كانت هذه الحقائق؟ ما هي تفاصيل هذه الحقائق؟ كما ذكر بيان البرنامج الذي أصدرناه أمس، فوجدنا بمتابعة بعض نقاط التوزيع التي شكل برنامج بأن هناك تلاعب في التوزيع بها. برنامج الأغذية العالمي تحصل على صور فوتوغرافية تؤكد تحميل لوريات لمواد غذائية إلى جهات غير معلومة، بعد ذلك تظهر هذه الأغذية بالأسواق. كذلك برنامج الأغذية العالمي تأكد من بعض المستفيدين في صنعاء في 7 نقاط للتوزيع التي يشك البرنامج بها أن هؤلاء الأشخاص لم يستلموا حصتهم الغذائية. هناك بعض الأشخاص الذين لم يستلموا أبدا حصتهم الغذائية. طبعا برنامج الأغذية العالمي يطالب حكومة صنعاء باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشريك المتورط في هذا التلاعب، وقف هذه الممارسات لأنه الذي هو بحسب البيان ربما وزارة التربية والتعليم التابعة لهم، حسب البيان. نعم. طيب، يعني في سياق آخر، في يعني حديث تقرير للأسوشيتد بريس تحدث على أن المنظمة برنامج الغذاء العالمي تمتلك 5000 مركز لتوزيع المساعدات، لكنها لا تستطيع مراقبة إلا 20% منهم. هل هذا المعيار الذي تعتمدون عليه بشكل عام في كل مناطق بالعالم أم فقط في اليمن مسألة الرقابة؟ الرقابة هي تكون رقابة وثيقة جدا، لأن هذه هي أموال الدول المانحة، فبرنامج الأغذية العالمي يراقب التوزيع. إذا لم نستطع أن نراقب 100%، ذلك لأن عملية الإغاثة في اليمن هي عملية كبيرة جدا موسعة، هي أكبر عملية إغاثة يقوم بها برنامج الأغذية العالمي. نحن الآن بصدد زيادة المستفيدين إلى 12 مليون شخص، وهو رقم كبير جدا، يعني حوالي 4 مليون إضافيين. هل تملكون القدرة على مراقبة هذا الرقم الكبير أماكن التوزيع؟ لأننا نتحدث نحن عن 80% فجوة في مسألة الرقابة. سيدة ريم، هذه الممارسات الحد منها فورا هو اتباع طريقة جديدة في مراقبة التوزيع، وهي طريقة التحقق من شخصية المستفيدين بتقنية البيومترية، وهي تعتمد على بصمة العين وبصمات الأصابع، ونحن نتبع هذه الطريقة في الأردن وأيضا في. ما الذي كان يمنع حدوثها في اليمن؟ نحن لدى 6 أشهر نحاول مع السلطات المحلية للموافقة على إذن سيدة ريم ندى انقطع الاتصال معها، سنحاول إعادة التواصل إليها أو معها. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من الحديدة الناشط والراصد الميداني السيد غالب القديمي. إذن سيد غالب، كنا نتحدث مع السيدة ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي حول هذا التصريحات التي أدلى بها برنامج الغذاء العالمي، ونحن نأمل أن تعود إلينا أو أن يستطيع الإخوة في الكنترول إعادة التواصل معها للمزيد من المعلومات حول هذا التقرير، باعتبار أنه يمثل بشكل أو بآخر فضيحة للبرنامج ولشركائه المحليين. في هذا السياق، كيف تتابع أنت أداء المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن؟ حياك الله أخي. أهلا بك أستاذ غالب، تفضل. سمعت للأخت ندى، لكني أقول أخي الحبيب أنه التقرير حتى منظمة الأغذية العالمية جاء متأخر كثير جدا. الشعب اليمني جميعه يعلم أن ميليشيات الحوثي تنهب المواد الإغاثية والإيوائية والدوائية منذ دخولها ومنذ استيلائها على انقلابها على السلطة من 2014، هذا شيء واضح. المصيبة والجريمة الكبرى أن المنظمات
جميعها جعلت من النزوح ومن التهجير شماعة لجمع الأموال ثم التجارة وبيع طيب. يعني أستاذ غالب في نهاية المطاف أن تأتي متأخرا خير من لا تأتي، وأن ومسألة العمل في ظل حرب هي مسألة صعبة، وبكل تأكيد هذا يطرح في الاعتبار في سياق عمل المنظمات الإغاثية. الأستاذة دي ريم ندى تعود إلينا، دعني أعود إليها لأستمع، لأنها كانت تتحدث عن ما أسباب تأخر العمل بنظام البصمة في مسألة استلام المساعدات من قبل المستهدفين. تفضل يا أستاذة ريم. نحن لنا 6 أشهر كما ذكرت يحاول برنامج الأغذية العالمي مع السلطات المحلية تنفيذ هذه التقنية، تقنية التأكد من شخصية المستفيدين من خلال التقنية البيومترية من خلال بصمة العين، وكذلك التقنية البيومترية تسجل كل المعلومات عن مرة أخرى. إذا انقطع الاتصال مع السيدة ريم ندى من القاهرة، سنحاول مرة أخرى إعادة التواصل. بالعودة إليك أستاذ غالب، إلى حين يعني انتهاء من هذا، وهناك مسألة أنت تحدثت فيها ويتحدث فيها كثيرون، أن الأمر لم يكن غير معروف بالنسبة لليمنيين. يقول الكثيرون أن هذا الأمر يحدث منذ بدأ مسألة يعني تعاظم الحاجة الإغاثية في البلاد، لكن هناك من يقول أن هناك صعوبات فعلية في مراقبة عمليات التسليم باعتبار أن هناك صعوبة لوجستية في التواجد، هل يكفي ذلك كمبرر برأيك؟ أخي الحبيب، ليس مبرر عدم التواجد أو صعوبات التواجد، هذه وسيلة للتهرب من تحمل المسؤولية. مبعوث الأمم المتحدة جريفيث والآن الممثل باتريك موجود في الحديدة، أي صعوبة مثلا، أنا سأتكلم عن الحديدة، أي صعوبة تتواجه برنامج الأغذية العالمية من التواجد في الحديدة؟ الصليب الأحمر متواجد في الحديدة، معظم المنظمات متواجدة في الحديدة، ما هي الصعوبة التي يقابلها برنامج الأغذية العالمية من التواجد والإشراف والرقابة على المواد الموجودة أو التي تصرف للنازحين أو لمستحقيها؟ لا ندري أين هم 8 مليون المستفيد. أنا أعرف أنه عند دخول قوات الشرعية إلى مدينة حيث وجدت قوات الشرعية أكثر من 6 مخازن كلها ملأة بالمواد وأغذية، مواد إغاثية وإيوائية لم يتم فرضها لمستحقيها، وكانت تباع في السوق السوداء في الحديدة، تباع أمام مرأة ومسمع من الناس، اشتري دقيق سنابل أو اشتري دقيق إغاثة أو مواد إيواء ودوائية. نعم أستاذ غالب. طيب يعني إذا هناك اتهامات خطيرة، تعود لنا الأستاذ ريم ندى، هناك اتهامات خطيرة للبرنامج، ونحن نحاول أن نعطي البرنامج فرصة عادلة للدفاع عن نفسه. سيدة ريم، تحدثنا عن مسألة البصمة، حتى الآن ميليشيات الحوثي في تصريحات لرئيس اللجنة الثورية التابعة لهم يقول أن يتهم البرنامج بأنه يقوم بالتشهير، وأنكم لم تتواصلوا معهم رسميا بخصوص الادعاءات التي قدمتموها، ما تعليقك حول هذه النقطة؟ تم التواصل رسميا مع السلطات في صنعاء من قبل المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وكان ذلك منذ حوالي 3 أيام أو يومين. الخطاب الذي أرسله المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي يتضمن مطالبة الحكومة في صنعاء بالتصدي لهذا العمل الذي سماه بالعمل الإجرامي، وكما ذكرنا في البيان الذي أصدرناه أمس، لأنه بمثابة سرقة لقمة الغذاء من أفواه الجوع. وأيضا قال في هذا الخطاب أنه إذا لم تستجب الحكومة في صنعاء إلى هذا المطلب المهم لبرنامج الأغذية العالمي، سيضطر برنامج الأغذية العالمي إلى وقف التعامل مع هذه المنظمة التي تتلاعب بكشوف المستفيدين، تتلاعب بكشوف الاستلام، حتى يتم التصدي لهذه الأمور. طيب في المقابل هو أيضا يقول ميليشيا الحوثي اتهمت عبر رئيس اللجنة الثورية، اتهم البرنامج بإرسال شحنات أغذية فاسدة إلى اليمن، ما هو تعليقك على هذه النقطة؟ أنا لا أستطيع أن أرد على اتهام لبرنامج الأغذية العالمي، إذا كان هذا الاتهام
ليس له أساس من الصحة. شحنات برنامج الأغذية العالمي، هناك قانون في كل دولة يعمل بها برنامج الأغذية العالمي تحكم دخول الأغذية إلى هذا البلد. المساعدات الإنسانية خاصة التي يعني كالغذاء كالأدوية تخضع للقوانين المنظمة للاستيراد بأي بلد يعمل بها برنامج الأغذية العالمي. الأغذية التي يتم إدخالها إلى أي بلد وليس فقط اليمن يتم الكشف عليها كما يتم الكشف على أي مواد تصدر إلى أي بلد. طيب بنقطة ربما أخيرة أو بمحور أخير، يبدو أن يعني هناك من لاحظ أن لهجة ديفيد بيزي مدير المنظمة تجاه الحوثيين كانت يعني حادة وشديدة بالمقارنة ببقية الجهات، بلهجته تجاه بقية الجهات التي أيضا هي تنهب هذه المساعدات. لماذا حدث ذلك؟ حدث ذلك لأن برنامج الأغذية العالمي لديه من الأدلة الكافية التي تؤكد أن في هذه المناطق في 7 نقاط للتوزيع لم يتم استلام 60% من الأغذية المخصصة للمستفيدين في هذه المنطقة في صنعاء. لكن في تعز لا يمتلك أدلة في بقية المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية والتحالف؟ برنامج الأغذية العالمي مستمر بالتحقيق في يعني مستمر بالتحقيق في أي تلاعب بالمساعدات الغذائية حول اليمن كامل. هناك اتهامات، يعني هناك اتهام من البرنامج سيدة ريم لجهات لجماعات موجودة في تعز وبقية المحافظات الأخرى، اتهام واضح. هل يملك البرنامج عليها أدلة؟ هذا ليس اتهام، هذا حقيقة. إذن هناك أدلة لديكم؟ نعم، برنامج الأغذية العالمي لم يتكلم في هذا الموضوع إلا حين توفرت لدينا معلومات كافية تؤكد هذا التلاعب. كما ذكرت لك برنامج الأغذية العالمي حتى في الفترات الماضية عندما كان هناك تقارير عن بيع أغذية في الأسواق، نحن معتادين على رؤية مثل هذه الأشياء. أنا رأيت بعيني بعض المستفيدين يبيعون. متى حدث ذلك سيدة ريم؟ بيع الأغذية من قبل المستفيدين؟ نعم، هذا يحدث، هذا يحدث في كل عمليات الإغاثة. نحن لا نستطيع، المستفيد يحتاج إلى الأموال. الأغذية هي بمثابة أموال. إذا كان ليس لديه راتب، إذا كان ليس لديه عمل، كيف له أن يؤمن مسكن؟ كيف له أن يؤمن إيجار بيت؟ كيف له أن يؤمن طلب احتياجات ضرورية مثل الأدوية مثلا؟ فتصبح المساعدات الغذائية بمثابة أموال. نعم، إذا أشكرك. ولكن البيع المنظم، عفوا دعني أكمل فقط هذه النقطة، ولكن البيع المنظم للمساعدات الغذائية هو ما أدى إلى أن برنامج الأغذية العالمي يتخذ هذه الإجراءات ويتخذ هذه اللهجة. لأنه عندما نرى مساعدات غذائية تباع في الأسواق من مخازن، يعني مثل بيع الجملة، فهذا هو دليل على أن هناك تلاعب. إذا أشكرك أستاذة ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي على تواجدك معنا في هذه الحلقة وعلى رحابة صدرك. أعود إليك سيد غالب القديمي، كنا نتحدث إذا على مضي 4 سنوات ويعني الجميع ربما يعلم وإن كان لا يمتلك الكثير من الوثائق حول عمليات النهب الممنهجة للمعونات الإغاثية. برأيك لماذا كان هناك صمت طيلة هذه الفترة بشكل رسمي؟ أخي الحبيب، أول هذا السؤال يجب أن كان تسأله الأخت ندى بالنسبة للصمت الرسمي وما هي المشكلة. لكن الملاحظ أنه كان برنامج الغذاء العالمي أو جميع المنظمات الدولية لديها شركاء، لديها شركاء محليين. الشركاء المحليين هم من يقوموا بالتلاعب بالاتفاق وبالتفاهم مع ميليشيات الحوثي المتواجدة على الأرض. برنامج الغذاء العالمي وغيره من المنظمات الدولية لا تمتلك الرقابة أو المراقبين الميدانيين الذين يشرفون ويراقبون على صرف هذه المواد والمساعدات.
فهي جعلت كل ثقتها في الشركاء، بينما هم الشركاء المحليين أغلبهم من يقوم بنهب وسرقة هذه المواد وبيعها في السوق السوداء. نعم، طيب في هذا السياق هناك أيضا مناطق أخرى ربما فيها احتياج إغاثي كبير، وأنا الآن أسأل من ينضم إلينا من عدن، عادل مكرشب منسق عمل الإغاثة في محافظة الحديدة. أرحب بك سيد عادل. إذا تقارير المنظمات الدولية تتحدث عن نهب المساعدات في العديد من المحافظات خصوصا في مناطق عمل الحوثيين، هل يحدث أيضا ذلك في الحديدة بحسب متابعتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك أخي العزيز. قبل أن أجيب على سؤالك أردت أن أعلق فقط على كلام الأخ غالب القديمي بأن السبب الرئيسي هم الشركاء المحليين الذين يعملون وينفذون للمنظمات الخارجية، وهذا كلام للأسف قد يكون يحمل فيه نوع من الصحة، لكن للذي يتواجد في الداخل يعرف جيدا بأن الميليشيات الحوثية تقوم بفرض بعض المنظمات والشركاء المحليين فرضا على المنظمات الأجنبية والمنظمات الدولية وليس جميع الشركاء. الوحدة التنفيذية أو الهيئة الوطنية كما يسميها الحوثيون في صنعاء يقومون بفرض بعض المنظمات التابعة لهم للتنفيذ لتلك المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي، ولذلك لا نستطيع أن نحصل على وثائق تؤكد نهب الميليشيات إلا بعد الاكتشاف الأخير الذي حصل للإخوة في WFB، وكذلك ما ذكرته كثير من الصحف والقنوات الإعلامية عمليات التلاعب والنهب والسرقة ابتداء من مؤسسة الثورة كما أوجدتم في تقريركم، أو المدارس المستشفيات المؤسسات والمكاتب الحكومية جميعها يتم تسجيلها وتسجيل بيانات موظفيها لاستلام حصصهم من الإغاثة التي تقدمها سواء المنظمات أو برنامج الغذاء العالمي ولا يتم استلامها. هناك الكثير من الممارسات التي ذلك يحدث أيضا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية كما قالت المنظمة في البيان. نعم. ليست المسألة فقط من قبل الحوثيين سيد عادل. أقول أن هذا الأمر كما قالت المنظمة برنامج الأغذية العالمية يحدث، مسألة نهب المساعدات يحدث أيضا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وليس فقط في مناطق سيطرة الحوثيين. أنا لا أدري صحة الكلام الذي بادرت المنظمة الغذاء العالمية أو غيرها بالحديث عن ذلك. إلى الآن تدخل تلك المنظمات في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية تدخل بسيط جدا يكاد يكون خجول جدا، لا يصل إلى ما نسبته 10 أو 20% مما تقوم بتوزيعها في الداخل تحت سيطرة الميليشيات. نحن هنا في المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الشرعية هناك العديد من المنظمات التي تراقب عمليات التوزيع ومستعدين للرفع بالقوائم والبيانات المستندات التي تؤكد وصول الإغاثة إلى مستحقيها في جميع المحافظات. طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى السيد عادل، دعني أنقل هذه النقطة إلى السيد غالب القديمي. أستاذ غالب، برأيك هل فقط مناطق سيطرة الحوثيين هي التي يجب التركيز عليها فيما يتعلق بمسألة نهب المساعدات الإنسانية، أم أن الأمر لا يختلف كثيرا في مناطق سيطرة الشرعية وتخصيص المساعدات لمن يعني يتبع هذه المنظمات الموجودة في مناطق سيطرة الشرعية أيضا؟ لا أخي الحبيب، أنا سأتحدث، أنا موجود بالنسبة لحاليا تواجدي هو في الساحل الغربي في المديريات المحررة. فعلا المديريات المحررة لا يوجد أي بلطجة أو نهب من جهات نافذة أو مسلحة، ولا يوجد أي تدخل لأي جماعة مسلحة أو أي جهة مسلحة في عمل منظمات الإغاثة. لكن قد يكون في تعز، نعم قد يكون في محافظات أخرى تحت إدارة الشرعية، هذا شيء يعود على حسب المعلومات والإفادات والشهادات التي تريدها برنامج الغذاء العالمي.
بالنسبة لنا في مديريات الساحل الغربي، المديريات المحررة بالخوخة، في حي، في الدريني، في التهيتة، كما قال الأخ عادل، فعلا لا تصل برنامج الغذاء العالمي أو غيره من المنظمات 10% من احتياجات النازحين والمهجرين قسرا. الأسر هنا تبيت في العراء، تلتحف الأرض وتفترش الأرض وتلتحف السماء في برد قارس، الأمراض، الأوبئة، لا تصل أي شيء إلا الشيء القليل جدا من مواد الإيواء ومواد الإغاثة والمواد الدوائية. أشكرك ناشط والرصد الميداني سيد غالب القديمي، كنت معنا بالهاتف من الحديدة. بعودة أخيرة إليك أستاذ عادل، في هذا الخصوص كيف يمكن إيصال المساعدات بشكل أكثر فعالية للمستحقين بدون يعني بعيدا عن النهب، بعيدا عن استغلال هذه المساعدات؟ نعم أخي العزيز، أنا ومن خلال قناتكم الموقرة وبرنامجكم الأكثر الرائع والذي يلامس طموحات النازحين البسيطين في جميع المناطق المحررة، نوجه رسالة إلى جميع المنظمات بأن عليهم النزول والجلوس معنا، وسوف نقوم بتسهيل كافة الأمور سواء من قواعد بيانات أو النزول أو التأمين الأمني للنزول للميدان، وبإمكانهم أن يقوموا بالتوزيع بنظرهم وبعنايتهم. نحن عندما نتحدث عن وجود اختلالات كبيرة في عملية التوزيع، نحن للأسف لا توجد منظمات كافية تؤدي توزيع بالغرض، تكفي بالغرض. ما زال النازحون، سواء النازحون أو أبناء المجتمع المضيف للمديريات المحررة، يعيشون في حالة مأساوية ومعاناة كبيرة جدا. الإغاثات التي نقوم بتوزيعها لا تفي بالغرض، لا تصل تحت المستوى المطلوب. نعرض رسالة من خلالكم إلى الجميع. إذن هناك بالفعل احتياج إغاثي كبير في المناطق سواء المحررة أو غير المحررة. أشكرك جزيل الشكر سيد عادل مكرشب، منسق عمل الإغاثة في محافظة الحديدة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أشكر أيضا السادة المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.